إن شاء الله هذه النقطة تكون وضحت بإذن الله تعالى، وإن شاء الله أننا استكمال لهذه النقطة فيما بعد بإذن الله تعالى سنتحدث عنها بشكل مفصل أكثر بإذن الله تعالى. النقطة التي تلي ذلك أو القاعدة التي تلي ذلك، استخدم هذه لحظة، هذه النقطة مهمة جدا، استخدم التشويق والإثارة والانتباه والإمتاع وزيادة الفاعلية وتنوع الأسلوب والطريقة في تعليمك، وهي هذه النقطة مهمة جدا. دائما لابد يعني للمعلم القرآني أن يتوخى استخدام أفضل الأساليب، سواء في اللغة، في التعبير، في العبارات، في الأشياء التي يأتي بها في الوسائل التعليمية، لابد أن يتوخى أفضل الأشياء وأفضل الأساليب. لذلك كما قلت قبل قليل، إذا كان هناك نقطة غير واضحة، قد يكون يعني عدم استخدام الأسلوب أو الطريقة الصحيحة. الكاتب ماكالوف يقول أنه أنا في إحدى المحاضرات وجدت، وهذا يعني كان تحدث عنها في كتابه، قال أنا في إحدى المحاضرات وجدت أنه بعض الحضور قد أغلقت أو قد أغلقت عيناه وبدأ بالنوم. فلاحظوا الآن، هو يعني يريد أن ينبه هؤلاء الطلاب، هو يستطيع أن يقول انهض يا فلان أو قم يا فلان، لكن شوف كيف التشويق والإثارة والإمتاع الذي قام به. فقال أنا أرى أو أنا عندي فكرة يا جماعة لكم جميعا. قالوا نعم. قال فكرتي أنه الموضوع الذي أتحدث عنه موضوع شيق وجميل جدا، وأرى أنه ممكن البعض منكم يخجل أنه يسألني، فمن أغلق عيناه فمعنى ذلك أنه يريد أن يسأل. فوجد الجميع جلس وانتفض وجلس جلسة أو جلسة صحيحة، بدأ الجميع ينتبه لكلامه. يعني أنا أتحدث خصوصا عن من كان يغلق عيناه لأنه خاف أنه يسأل، لأنه قال أنا من وجدت عيناه مغلقتان سأسأله عن النقطة التي يريد أن يسألني عنها. فالجميع جلس وانتفض وتهيأ جيدا. إذا لابد من استخدام التشويق كما قلنا والإمتاع والإثارة، لكن أنا أقول الإمتاع، إيش الفرق بين الإمتاع والضحك مثلا؟ ما الفرق بين الإمتاع مثلا والضحك؟ هل أنا أقصد في استخدام التشويق والإثارة والضحك، ولا أقصد معنى كلمة الإمتاع؟ وإذا أقصد معنى كلمة الإمتاع، ما معنى أو ما الفرق بين الإمتاع والضحك؟ الأخت مهيمنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الضحك معروف، يعني ممكن يكون نتيجة بلحظة معينة وينتهي، لكن الإمتاع هو لما الإنسان بتذوق المعلومة أكيد يظلها مردود ومحسوس مستمر أكثر، يعني فهي الإمتاع بعطيك التفضيل أيضا، بعطيك التفضيل. لذلك أي مادة، شو بتعبى النفس، فأي مادة اللي أنا باخذها وبشعر فيها بإمتاع مثل الدورة فأكيد يظل تذوقها على طول، يعني مستمر. فلذلك مهم جدا فعلا تنوع الأساليب، ويظل يعني حتى اللقاء القادم الطالب متعلق بهذا الإمتاع مستمر من المعلم. تمام، استاذ مهيمن بارك الله فيك. ام فاطمه تفضلي. الاخت هند سناتي لك الان. نعم دكتور، يعني الفرق بين الضحك والإمتاع، يعني ممكن الضحك يكون على ما فيه فائدة وليس فيه فائدة، أما الإمتاع هنا المقصود بين يعني الطالب يعني يسعد بتلقي الدرس وتلقي المعلومة بصورة تشعره بالسعادة، تمام يعني هذا تمام فهمي للأمر. ممتاز ما شاء الله. الأخت هند. السلام عليكم شيخنا الكريم. تمام الضحك في رأيي غير محبب إطلاقا بمعناه المعروف، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان مبتسما، على لديه ابتسام خفيف وليس مرغوب فيه على الإطلاق، ولكن الأسلوب اللي فيه إمتاع ويعني ويطفي روح على الحلقة بحيث إن لا يمل الطالب من المعلم أو لا يمل الشرح أو لا يفصل من الدرس، أعتقد لها معنى الاستمتاع أكثر. لكن الضحك أعتقد غير مرغوب فيه إطلاقا بمعناه المعروف، كضحك مباشرة لا، يعني غير مقبول.
لكن الاستمتاع في الحديث بحيث طرفة بما لا يضر أو بما لا يؤذي بأي مصطلحات أو أي كلمات خارجة، يعني بالوسطي، بالأمر الوسطي الذي فيه طرفة. الله يفتح عليك، ممتاز، رائع. ناخذ مداخلة الأخت فوزية الأخيرة، المداخلة الأخيرة للأخت فوزية، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم هو السلام. احنا ممكن نقول ان الضحك نتيجة مثلا لفكاهة، للطرفة، لموقف معين وبينتهي في الوقت في وقته، لكن المتعة هي الاستمرارية مع فعل الشيء. يعني الإنسان مقبل على الشيء، شايف ان فيه متعة، مقبل على المذاكرة مثلا، شايف ان فيها متعة محببة ليها مذاكرة هذه المادة، ممكن ما يلاقيهاش في مادة أخرى، مثلا تدريس مادة معينة، ممكن ما يلاقيش نفس الشبك ونفس المتعة دي في شيء آخر، وهكذا. يعني في أغلب الأشياء اللي بنمارسها في حياتنا كلنا ممكن نستمتع بأشياء وأشياء أخرى لا. المتعة ممكن نلاقيه، يعني المتعة المقصود منها اللي احنا بنعملها في الشيء المحبب إلى قلبنا، بنبقى مقبلين عليه، مستمتعين بممارسته، مثلا مذاكرة مادة معينة بنذاكرها بحب وبإتقان، وممكن ندرسها بكل شغف وبكل الوسائل وبكل التقنيات اللي بتساعدنا اللي احنا نوصل هذه المعلومة نتيجة لإحساسنا احنا بالمتعة في هذا الشيء، اللي احنا مستمتعين في هذا الشيء. لكن الضحك بيبقى حاجة وقتية، مثلا طرفة اتقالت قدامنا فضحكنا مثلا عليها وخلاص وانتهى الوقت، مشاهدة فيلم كوميدي مثلا واستمتعنا بيه وانتهى الوقت، وهكذا يعني. بارك الله فيك، تمام، الله يفتح عليك، ما شاء الله. يعني هو اختصار الأمر أنه الضحك أو الفكاهة قد تكون آنية مرحلية فقط، أما الإمتاع بمعنى أنه أنا بتابع شيء وأنا مستمتع فيه. مش بالضرورة يا جماعة في الإمتاع أن أنا أضحك، يعني لاحظوا أنا في الإمتاع مش بالضرورة أن أنا أضحك، لكن مستمتع بأحضر بنوع من التشوق، من الإثارة، من الحب لهذا الأمر. لكن ننبه على الأخت فوزية قبل قليل عندما قالت أنه في شيء أنا بأحبه، ليس بالضرورة أن أنا هذا الشيء أحبه. بمعنى أنا ممكن أحضر محاضرة في علم من العلوم، أنا أول مرة أحضر هذا المحاضرة، لكن أسلوب المعلم خلى نوع من الإمتاع عندي، جعل عندي نوع من الشغف أنه أنا أحضر هذه المحاضرات فيما بعد. إذن هذا ما أقصده، لكن النكتة أو الضحكة أو ما شابه ذلك تكون آنية عن شيء معين، وبعد ذلك قد أرجع إلى يعني عادتي أو ما أنا عليه مثلا من الهم والنكد بعد ذلك، إذا كنت مثلا أعيش في نوع من الهم والنكد. وهذا أحيانا بتحصل، أحيانا الواحد يكون متضايق زعلان، شخص يتحدث أمامه عن نكتة معينة يضحك عليها، لكن بعد ذلك يعني بيكون الطالب أو هذا الشخص بيرجع إلى عادته وإلى ما هو عليه كما كان قبل هذه النكتة. لكن إذا عاش مرحلة من الإمتاع، لا، يختلف الأمر، في نوع من التشويق، في نوع من الإثارة، في نوع من الاستمرارية حتى بعد ذلك. بارك الله فيكم. طيب، إذن لابد من استخدام التشويق كما قلنا، والإمتاع والإثارة للطلاب. ومن ضمن هذا الأمر أنه أنا أشوق الطلاب للمحاضرات القادمة، يعني أي المحاضرة القادمة مثلا، ممكن أقول والله مثلا قبل قليل تحدثت عن موضوع مثلا الصفات أو المخارج، والله يا جماعة مثلا لو انتهيت أنا من موضوع المخارج واللقاء القادم راح أتحدث عن الصفات، أقول أنا لقاءنا القادم اليوم تحدثنا مثلا، أو في ذلك قولي أقول اليوم تحدثنا عن المخارج، لقاءنا القادم سنتحدث عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هذا الموضوع سنتحدث فيه عن صفات الحروف، أو عن مثلا علاقة الأحرف مع بعضها البعض، سنتحدث عن هذه العلاقة، كيف نستخرج علاقة حرفين مع بعضهم البعض، أي حرفين يقعوا كيف سنستخرج هذه العلاقة، ليس فقط بعض الأحرف التي تعودنا عليها، إنما أشياء جديدة. وهذه الأمور لا تخص فقط علم التجويد، وإنما ستخص حياتك بشكل عام، ستستخدمها في حياتك العملية وحياتك الجامعية مثلا و و و لاحظوا مدى التشويق لهذه المحاضرة. أو ممكن آتي مثلا بشكل معين،
أو جزئية معينة وأقول لهم مثلا هذه النقطة سأتحدث عنها، مثلا موضوع المخارج كما قلنا قبل قليل، آتي باللسان وأقول هذا اللسان سأتحدث عنه وعن المخارج من هذا من خلال هذا اللسان الذي استفاد منه كثير من الناس ووجدوا يعني نوع من الفهم لهذا الموضوع بشكل كبير جدا، وإن شاء الله وهذه الفائدة لا أنا لا أقول مجرد فائدة فقط، وإنما من ناحية عملية أنا وجدت فائدة كبيرة من خلال شرحي على هذا اللسان. فلاحظوا هذا التشويق للطلاب عن موضوع هذا أو عن موضوع المحاضرة القادمة. إذن لابد أيضا من استخدام التشويق. لذلك الأخت شيماء تقول ممكن نقول أن الإمتاع سبب من أسباب الاستمرار في الدراسة حتى لو صعبة. نعم، الإمتاع نوع من نوع أو شيء مهم جدا في استمرارية الطالب لهذا. لاحظوا لو كان مقابل هذا الإمتاع نوع من الملل، أنا بالتالي متأكد أن الطلاب سيتركوا هذا المادة أو سيتركوا هذا الأمر. إذن لابد من استخدام التشويق للمحاضرات القادمة، ولا تجعل مثلا الملل يسيطر على الطلاب، وهذه النقطة لأن مقابل الإمتاع كما قلت الملل، فلا تجعل الطلاب يسيطر عليهم الملل. طيب، من ضمن الأشياء المشوقة والمثيرة إن أنا ممكن مثلا أقول بعد ما أشرح الفكرة بتاعتي إني سأخرج واحد منكم يا جماعة أو أيها الطلاب يعيد هذه النقطة ويعيد شرحها، وأجعل الطلاب يعني يسألوا بعض الأسئلة. لاحظوا هذا التشويق، هذه الإثارة جعلت الطلاب كلهم يجلسوا منتبهين، لأن كل طالب، طبعا أنا راح أنبه إنه أنا راح أختار بشكل عشوائي، فكل طالب يظن إنه والله هذا ممكن أنا كطالب إنه المعلم يخرجني وأشرح هذه النقطة، لابد إني أنا أكون منتبه طول الحصة أو طول المحاضرة أو طوال الحلقة القرآنية. إذن هذا نوع من أنواع التشويق، إنه أنا أنبه على الطلاب إنه والله بعد النقطة هذه سأخرج واحد منكم يشرحها. شوفوا كيف هذا نوع من أنواع التشويق. أنا ممكن أقول مثلا راح أطلب منكم أيها الطلاب الأعزاء بعد نهاية المحاضرة إنه كل واحد يكتب لي نقطتين أو ثلاثة من الأشياء التي استفاد منها خلال هذه المحاضرة وأهم النقاط، وممكن مثلا يكون هناك نوع من الحوافز إنه والله أفضل نقطتين أو أفضل واحد يعطيني النقاط اللي استفاد منها سأعطيه جائزة مثلا. هذا نوع من أنواع التشويق للمحاضرة بتاعتك. إذن أساليب وطرق متعددة للتشويق والإثارة. القاعدة التي تلي ذلك، اللي هو مارس الإدراك وتأكد من ربط الأفكار. لابد أن المعلم يمارس الإدراك، والآن راح أشرح إيش المقصود في الإدراك، ويربط الأفكار مع بعضها البعض. وهذه النقطة أيضا مهمة جدا، إنه نربط الأفكار ولا نجعل الأفكار متناثرة وكل فكرة لوحدها، لابد إنه يعني أربط الأفكار. بالإضافة لأن أنا كمعلم لابد أن يكون عندي تحضير مسبق أنه كيف أنا سأنتقل من هذه الفكرة إلى الفكرة التي تليها، ويعني كم أيضا خلال الانتقال أو خلال ذكر المعلومة يعني يكون عندي كما قلت نوع من التحضير لكيفية الانتقال إلى النقطة الأخرى، وكيف راح يكون نوع من الربط والمتابعة والتنسيق والتناسق حتى بين الفكرة الأولى والفكرة الثانية. ولابد أنا كمان أيضا كمعلم أن يكون عندي نوع من الاستمرارية والتسلسل من بداية حديثي، يعني ما يشعر الطالب أنه والله في عندي نوع من القفزات، نوع من عدم عدم الربط أو عدم ربط الأفكار مع بعضها البعض. طيب، هل الإدراك، أنا قلت مارس الإدراك ولم أقل مارس الفهم، هل يختلف الإدراك عن الفهم؟ نقول نعم يختلف الإدراك عن الفهم. من يقول لي ما الفرق بين الإدراك والفهم وأيهما أعلى وأيهما أعمق إذا كان هناك فرق؟ إذا فيش فرق خلاص. من يقول ما الفرق بين الإدراك والفهم؟ لماذا لم أقل مارس الفهم؟ قلت مارس الإدراك. طيب، على العموم الفهم هو
يعني من خلال الفهم أنا بتعرف على ما أسمعه، أو مثلا ما أقرأه، أو ما أشاهده وما أراه، هذا من الفهم، لكن في نفس الوقت لا أجرم. إذا في الفهم أنا بتعرف على الشيء اللي قاله أمام المعلم، اللي أنا شاهدته من المعلم، اللي أنا قرأته مثلا في الكتاب، أتعرف عليه، لكن لا أجرب ذلك. يعني مثلا لو أنا عندي ريموت، مثلا الريموت الذي يعمل مثلا بتاع التلفاز، ممكن أنا أفهم طريقة تشغيله، هذا الريموت أفهم مثلا طريقة تشغيله، لكن لا أعرف كيف يعمل هذا الريموت. لكن الإدراك هو يجمع بين الأمرين، بين الفهم وبين التجربة، بين الأمر النظري وبين الأمر العملي. إذا هذا جزئية. جزئية أخرى أن الإدراك يأتي بعد الفهم، يعني الفهم مرحلة أولى، لكن الإدراك لا، مرحلة ثانية، إذا مستوى أعلى ومستوى متقدم عن الفهم. إذا الإدراك أهم، لأنه من أدرك تأكد، ومن فهم فقط عرف، يعرف فقط. الفهم فيها معرفة فقط، لكن الإدراك لا، يعني فيها تأكد وفيها تجربة وفيها ممارسة لهذا الأمر. إذا مارس الإدراك أيها المعلم، وتأكد من ربط الأفكار. فاطمة تقول: الإدراك استيعاب المعلومة بدقة، أما الفهم فهو ببساطة. صح، لكنه أيضا نضيف عليها أنه الإدراك يزداد على استيعاب المعلومة أيضا تجربة هذه المعلومة، ليس فقط استيعابها وفهمها، وإنما أيضا تجربة هذه الطريقة. الأخت فوزية تقول: مثل الطفل الصغير إذا فعل شيء كان به خطورة، أصبح يدرك مدى خطورته ولم يجربه مرة أخرى. لا، إذا هو جرب هذا الأمر، معناته أخت فوزية هو دخل على موضوع الإدراك، أصبح الآن عنده نوع من الإدراك. لكن هو إذا لم يجرب، وفقط هو يعرف أو يسمع أن والله هذا الأمر فيه نوع من الخطورة، يعني أقول للطفل الصغير أن والله هذه النار انتبه هي تحرق، فهو الآن في مرحلة فهم فقط لأنه لم يجرب. لكن إذا والله في مرة من المرات هو انحرق من هذه النار، الآن أصبحت عنده تجربة، أصبح عنده إدراك، وأصبح عنده فهم أنه هذا، أو إدراك لهذا الشيء أنه هو شيء خطير جدا، ويعني ممكن يؤذي هذا الأمر أو ما شابه ذلك. التجربة فيها إدراك. نعم أخت وزير، العفو، الإدراك بدي أقول، نعم الإدراك فيه تجربة، الإدراك فيه تجربة. طيب ننتقل إلى قاعدة أخرى: اهتم بالتحفيز. اهتم بالتحفيز، طبعا عندنا فرق بين التحفيز او الحوافز بشكل عام والدوافع. طبعا الدوافع، لم اقل، او الفرق بين الحوافز والدوافع، او ما معنى الدوافع. الدوافع طبعا هي شيء داخلي، قوة داخلية تدفع هذا المعلم او تدفع الفرد للقيام بسلوك معين او بسلوك ما، لكن الحوافز تكون خارجية عن الفرد ذاته، هذا شيء خارجي ممكن أقدمها للمعلم أنا كمشرف أو كمؤسسة قرآنية، أو أقدمها أنا كمعلم أقدمها للطالب، أو كمؤسسة تقدم للطلاب، هذه تعتبر حوافز. أما الدوافع فهي شيء داخلي، هي شيء داخلي. لذلك لابد أنا أحرص دائما أنه أنمي الدوافع عند الطالب أو عند المعلم، وأهتم بالحوافز. أعيد هذه النقطة: أن أنمي الدوافع وأهتم بالحوافز، لأنه أنا الدوافع تجعل الأمور تتطور للأفضل، وتجعل الأمور فيها نوع من الإيجابية عند المعلم أو عند الطالب، والحوافز يعني تنمي هذا الأمر وتؤكد هذا الأمر. إذا أنمي الدوافع وأهتم بالحوافز. أبو أيمن يقول: الإدراك هو ربط بين الخبرات السابقة وموقف يحضر الآن. نعم، إذا موقف أنا بمر فيه. نعم. فوزية تقول: تحفيز مادي وتحفيز معنوي. نعم، التحفيز ينقسم إلى مثلا ما ممكن يكون مادي، ممكن يكون معنوي. المادي طبعا شيء أنا أقدمه، شيء ملموس، مثلا مبلغ مالي، شيء يؤكل، هذا تحفيز مادي. المعنوي مثلا هدية، نعم زي ما كما قلت. أما التحفيز المعنوي
فأشكرك، بارك الله فيك. يعني اليوم مثلا كنت رائع، كنت ممتاز، هذا كله تحفيز معنوي، الله يفتح عليك. ننتقل إلى قاعدة أخرى، احرص ألا تقاطع أحدا من الطلاب. وهذا والله يا جماعة نقطة مهمة جدا، البعض يجد أنه من الطلاب يجد أنه والله مجرد ما يتحدث المعلم دائما يوقفه ولا يجعله يكمل النقطة، وهذه يعني خطأ. لابد أنه أنا يعني لا أقاطع الطالب، لكن في نفس الوقت بدي أنتبه لشيء مهم جدا أنا كمعلم، أنه ما أجعل الطالب يتمادى في حديثه. يعني أحيانا بعض الطلاب هو يسهب ويبدأ يشرح وكذا، فممكن أنه هذا الطالب يأخذ وقت طويل. لذلك أنا يعني يكون عندي نوع من تقدير معين لطول الفترة التي ممكن يتحدث فيها الطالب، لكن إذا زاد عن ذلك أنا أخذ منه المايك يعني لا أجعله يكمل، يعني يكون عندي طريقة كيف أنا أنهي كلمة هذا الطالب. وإن شاء الله هذا راح نتحدث عنها فيما بعد في محاضراتنا القادمة، كيف أنا يعني أستطيع أنه أتغلب على هذا الطالب مثل هذه النوعية الذي يريد أن يتكلم بشكل في نوع من الإسهاب. قاعدة أخرى، داوم على التقويم، داوم على التقويم. طبعا عندنا كمهارة من المهارات هي مهارة طرح الأسئلة في الحلقة القرآنية، كيف أنا أستطيع أن أطرح الأسئلة وأفهم من خلال هذه الأسئلة إيش الأشياء اللي ممكن هم حابين أنا أوضحها أكثر، أو أشياء أبينها أكثر وما شابه ذلك. طبعا التقويم عندنا ينقسم إلى قسمين، تقويم تكويني يسمى أو مرحلي يعني حالي، وتقويم ختامي. لابد أن يكون عندي دائما تقويم مرحلي، أنا أعرف أنه والله هذه النقطة فهمت أو لم تفهم، هذا الموضوع الصغير فهم أو لم يفهم، وفي نهاية المحاضرة لابد أن يكون عندي تقويم نهائي أنه هل فهم هذه المعلومة أو هذه الفكرة العامة التي أردت أن أوصلها أم لا. أمر آخر وقاعدة أخرى، وهي من القواعد المهمة جدا جدا، وهي غلق الموقف التعليمي. غلق الموقف التعليمي، لابد أن يكون عندي طريقة جميلة لغلق الموقف التعليمي، لإنهاء الموقف التعليمي، لإنهاء المحاضرة، تسمى من ناحية تربوية غلق الموقف التعليمي. طبعا هناك طرق متعددة وكثيرة، ممكن منها مثلا تلخيص أساسيات الموضوع في نقاط محددة يعني سهلة يستطيع المعلم استيعابها بشكل سريع واستذكارها. ممكن أنا مثلا أتحدث عن أهم النتائج العلمية والعملية التي مثلا تمخرط عنها هذه المحاضرة. ممكن مثلا فتح آفاق جديدة للبحث العلمي أو البحث والتأمل، أقول بلاش نقول البحث العلمي، للبحث والتأمل، فتح آفاق جديدة. أقول والله إحنا انتهينا من محاضرة اليوم، مين يعني يبحث في هذه الجزئية بشكل أكبر وبشكل أعمق وكذا. هذا نوع من أنواع يعني غلق الموقف التعليمي. التفاؤل، لو كنت أنا أتحدث عن نقطة معينة فيها نوع من الأزمات الموجودة، فأنا ممكن إنه أنا أعطي نوع من التفاؤل أو الأمل، وإنه لكل ده دواء. يعني ما يعني هذا نوع أيضا من غلق الموقف التعليمي. ممكن أنا أتقدم إذا كنت أنا في محاضرة مثلا عند مؤسسة معينة أو مكان، في مكان معين، مكان معين، إن أنا أتقدم بالشكر والتحية مثلا للمنظمين وأيضا للمستمعين الموجودين عندنا. يعني هذه بعض من طرق غلق الموقف التعليمي. طبعا البعض يغلق الموقف التعليمي بنوع من التواضع الشديد، يعني مثلا يعني انه والله عنده قصور وانه هو لم يعطي هذا المحاضر بالشكل الجيد والشكل وبالشكل يعني الممتاز، وهذا انا اعتبره نوع خاطئ من غلق الموقف التعليمي. لابد طالب يشعر او اللي امامك انك انت والله اعطيته شيء قيم، شيء جميل جدا، لكن انا اقول والله انا معلش يا جماعه، والله انا يعني هذه الماده انا مش متقنها، او انا الماده هذه مثلا كذا وكذا، هذا شيء خاطئ. لابد انك انت تنهي الموقف التعليمي وتغلق الموقف التعليمي
بنوع من الإثارة، ويشعر الطالب أن أنت أعطيته معلومات ذات قيمة كبيرة ويستطيع أن يستخدمها في حياته العلمية والعملية. إذا لابد من الانتباه لغلط الموقف التعليمي، لأنه غلط الموقف التعليمي يعزز أيضا حفظ الطالب للنقاط الرئيسية ويهيئهم نفسيا للخاتمة. ولحظة، الخاتمة تختلف عن غلط الموقف التعليمي. غلط الموقف التعليمي أنا أجهز الطالب إلى أنه أنا راح أنهي هذا اللقاء أو هذه المحاضرة، لكن الخاتمة هو الانتهاء يعني من الحديث بشكل كامل. إذا غلق الموقف التعليمي. قاعدة أخرى هي انتبه للخاتمة، انتبه للخاتمة. لابد أيها المعلم أن تكون نشيطا ولا تظهر التعب أو الكسل في نهاية المحاضرة. وهذا أيضا للأسف الشديد نجدها في بعض معلمين القرآن أو بعض المعلمين بشكل عام، أنه والله في نهاية المحاضرة يظهر للطالب أنه والله أنا منهكت وأتعبت من هذه المحاضرة، محاضرة اليوم. لا تظهر التعب لا في البداية ولا في النهاية، لا بد أن يشعر الطالب أنك يعني دائما نشيط. وأنا قلت لكم حتى قبل ذلك أنه أنا في محاضراتي تكون أحيانا محاضرات ساعة ونصف وساعتين، سواء في الجامعة أو في الحلقات القرآنية، أعطيها دائما يا جماعة والله وأنا واقف لا أجلس مطلقا، لأنه إذا الطالب شعر بحيويتك ونشاطك تأكد تماما أنه سيشعر دائما بالتشوق وحب هذه المحاضرة وانتظار هذه المحاضرة. إذا لابد أن تظهر دائما نشاطك، لا يعني تجنب دائما الاعتذار أنك أنت والله أنك كذا لم تعطي المادة حقها أو ما شابه ذلك. تجنب بمعنى آخر، تجنب الاعتذار مطلقا عن أي شيء نقص صار في المحاضرة، تجنبه. لا تقول والله أنا آسف لم أعطي كذا أو لم أنبه على كذا أو كذا، هذا تجنبه تماما. لأنك قد تقول والله أنا آسف يا جماعة والله لم أنبه على هذه النقطة، هي لم تكن موجودة في ذهن الطلاب. يقول لك طب مدام هو لماذا لم يتحدث عنها؟ إذا تجنب الاعتذار، وهذه النقطة مهمة. نقطة أخرى، لا تقول في نهاية المحاضرة والله هذا كل ما لدي، وكثير ما بنسمعها تقول في نهاية المحاضرة أشكركم على حسن مثلا الاستماع، هذا كل ما لدي عن هذا الموضوع. لا تقل ذلك، يعني الطالب يقول لك والله إذا هذا كل ما لدي معناته، لا بد أن تظهر أنه أنت عندك أيضا من الأشياء الكثير عن ذلك. وحتى يكون فعلا أنه عندك الشيء الكثير، لابد أن نربط هذا الأمر إذا تتذكروا في التحضير للدرس والخطة الدراسية، أنك لابد أن تكون محضر جيدا وتكون محضر من كثير من الكتب. أيضا من الأمور في الخاتمة، لا تقول مثلا انتهى الوقت، أو تقول مثلا يعطيك العافية وكذا، هذه الكلمات تحاول تجنبها، أنه يعني انتهى الوقت وكذا. من الأفضل أنك لا تقول أنه انتهى الوقت، حتى لا تشعر من الطالب أنه والله والله فعلا يعني الوقت على الموعد بالضبط انتهى المعلم. لا بد أنه يشعر والله أنه كان هو متشوق أنك أنت تعطي أكثر. أيضا لا تذكر، وهذه النقطة مهمة جدا اللي أنا راح أحكي عنها يا جماعة، لا تذكر بأنك نسيت أن تغطي بعض الأمور. كما قلت قبل قليل، أنك أنت ما تقولش والله أنا نسيت أن أعطي هذه النقطة أو أن أشرح هذه النقطة أو نسيت النقطة هذه، يا ريتكم تذكرتون فيها. لا تقل هذه الكلمة مطلقا، انتبه لها. أيضا لا تقل أنه والله هل هناك سؤال، مين عنده سؤال في نهاية المحاضرة، تقول ذلك مين عنده سؤال، لأن هذه النقطة إذا قلت مين عنده سؤال قد تفتح عليك سؤال يعني يجعلك تشرح هذه النقطة في أو تشرح عن هذا السؤال في مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق. طب أنت انتهى الوقت عندك، كيف ماذا ستفعل؟ لكن ممكن تقول مين عنده نقطة في الموضوع اللي احنا حكينا عنه اليوم بدها توضيح أكثر، فهذا أجمل من أنك أنت تقول مين عنده سؤال. أيضا تجنب عدم إعطاء خلاصة في نهاية المحاضرة، هذا حاول أن تتجنب هذا الأمر. الدراسات يا جماعة بينت أنه الإنسان بيهتم بالبداية والنهاية، إذا لابد أن تهتم أيضا بالنهاية والخاتمة بشكل كبير جدا. نقطة أخرى أو قاعدة أخرى، خصص وقتا للاستشارات والأسئلة. بمعنى انك انت لا تخرج بعد انتهاء المحاضرة او الدورة
مباشرة، لابد أن تخصص وقت لأي سؤال أو استشارة، يعني تجلس في الحلقة، أو تجلس مثلا في غرفة المدرسين أو ما شابه ذلك، أو تنتظر مثلا، لو مثلا مثالنا الآن أنه إحنا بنعطي محاضرة إلكترونية، تجلس تنتظر مثلا ربع ساعة ثلث ساعة إذا كان هناك أي استشارة أو سؤال عن المحاضرة. لا تترك، يعني دائما حاول أن تخصص وقت للاستشارات والأسئلة. رسالة من القلب، هذه الرسالة والله يا جماعة مهمة جدا، لابد أن تبر شيخك، بر شيخك بأن تذكره دائما. يعني للأسف الشديد البعض يعني لا يذكر شيخه ولا يتحدث عن شيخه، فلا بد أن دائما من درك لشيخك أن تذكر، والله مثلا لو جاء سيرته أو ما شابه ذلك أو شيء يخصه، تقول والله علمني شيخي فلان أو كذا، لابد أن تبر شيخك حتى يبرك طلابك. إذا بر شيخك بأن تذكره دائما، فلا بد من الاحترام والتودد إلى من علمك كتاب الله ورفع قدرك وشأنك، ويعني رفع عفوا ورفع قدره وشأنه عند الغير. وهذه النقطة والله يا جماعة أنا أجد عكسها عند بعض الطلاب، تجد أنه لا يتحدث عن شيخه، وإذا جاء سيرة شيخه يظهر أنه والله هو لم يستفيد منه كثيرا أو تعلم منه الشيء القليل أو كذا. تذكر دائما أنه هو له فضل عليك، هذه النقطة مهمة جدا. أستاذة مهيمنة تفضلي. نعم دكتور، نعم إيه، بتذكري من الأسبوع السابق أيضا ذكرت لنا هيك بوسط المحاضرة إنه الإنسان يذكر مثلا المعلم إيه، فجأة يقول لطلابه مثلا أحبكم أو كذا. فأنا الأسبوع هذا استعملت مع الطالبات، هن كبار في العمر نسبيا، فحطيت مثل هيك بالطاقة اللي هي باكت ورد، فهديتني إياها مع إنها على الزوم ومع إنها بطاقة، مجرد بطاقة، لكن كان لها الأثر الكبير. فنعم كثير بتساعد جدا، فمشكورة. الله يبارك فيك. طبعا هذه الاشياء يعني تجعل نوع من القرب والتودد بين المعلم. انا كمعلم لابد ان انا اتودد الى الطلاب واظهر حبي لهم واحترامي لهم وتقديري لهم، كما انا اظهر احترام وتقدير للطلاب، لابد ايضا في المقابل ان اظهر تقديري وبري لشيخي وفضله علي، ولا انكر هذا الفضل. كما قلت للاسف الشديد البعض ينكر هذا الفضل ولا يعني يظهر فضل شيخه عليه. أيضا الأستاذة مهيمنة تسأل في الشات، تقول أليست الخلاصة هي إغلاق الدرس؟ هي نوع من أنواع إغلاق الدرس، الخلاصة هي نوع من أنواع إغلاق الدرس. القاعدة الأخيرة التي سأتحدث عنها اليوم، لا تكن مثاليا. كما قلنا في القاعدة الأخيرة أن لا تكن مثاليا، يعني بعض معلمي القرآن يريد أن يكون مثاليا ولا يوجد يعني أي خطأ عنده، وهذا يعني يا جماعة يعني غير صحيح. مش ممكن أن تكون أنت إنسان مثالي من أولها، من أول ما تعلم. يعني أنا كمعلم قرآني ممكن في البداية أنه أنا أكتفي أن أكون في مقدار مثلا 70% أو 80% في بداية أمري، ثم أبدأ أتطور شيئا في شيئا حتى أصل في النهاية إلى أن أكون مثالي. لكن من البداية أن أنا أكون مثالي، يعني احنا في عندنا مثل بلدي بيقول يا ارض انهدي ما عليك قدي، هذا مثال عندنا او مثل موجود عندنا، هذا خاطئ. يعني انا اقول ما فيش حد زي من بدايه الامر، لابد ان نتدرج، ان ارضى مثلا بمقدار 70 80% في البدايه، ثم ازداد شيئا فشيئا الى ان اصل الى ان اكون رجل مثالي او معلم مثالي في هذا الموضوع. لكن ان اكون مثالي من الاول، لا، الامر صعب. ويعني أنا ليس سوبرمان يعني في من البداية، لابد أن أنا أتدرج في هذا الأمر شيئا فشيئا. في عندنا إحنا طبعا القواعد، في عندنا كيف يوظف المعلم أو المعلم القرآني طاقات الطلاب داخل الحلقات القرآنية. أنا سأنهي في هذه الأمور، ولقائنا القادم سأتحدث عن الأخطاء التي تقع. يعني أنا كنا ممكن أن نأخذ بعض منها، لكن أنا برضو أنا أرى أنه الأفضل لو تم عمل هذه الأمور كلها مع بعضها البعض بإذن الله تعالى، اللي هي الأخطاء التي تقع في داخل الحلقة القرآنية، أخطاء متعددة. والآن راح أذكركم شغلة أمرين أو ثلاثة منها لأجل شيء معين
لكن هذا الأمر خلينا ناخذه بعد كيف يوظف المعلم القرآني طاقات الطلاب داخل الحلقة القرآنية. يعني لو طالب عندي مثلا عنده سرعة من الحفظ، سرعة الحفظ، يعني لاحظ على طالب أنه سريع الحفظ، هذه طاقة وشيء جميل ومزية، يعني لابد أن أنا كمعلم أن أنا أستغلها. كيف أنا ممكن أن أستغلها؟ أن أنا مثلا أسمع له أكثر من مرة في اليوم وأشجعه على ذلك، ما دام عنده سرعة في الحفظ أنه أنا أسمع له كذا مرة وأنه أشجعه على ذلك، هذا أمر. النقطة أخرى مثلا الغيرة، وجدت أنه والله بعض الطلاب عندهم غيرة من أقرانهم، طالب يغار من قرين ومن طالب آخر، أستغل هذا الأمر بإشعال التنافس في الحفظ أو في فهم نقطة معينة وإثارة الحماسة بينهم بين هؤلاء الطلاب. إذا هذا أنا ممكن أستغل هذه النقطة بشكل إيجابي. نقطة أخرى، مثلا بعض الطلاب بيهتم أو يميل إلى حب مثلا الثناء والمدح، أيضا هذه الطاقة أنا ممكن أستغلها أن أربطها بالحفظ وأشعر هؤلاء الطلاب بأنهم يعني إذا فعلوا مثلا أو حفظوا هذه النقطة أنه أنا أمدحهم بأكثر أو أشكرهم أكثر أو يعني أقدر هذا الحفظ. إذا كانوا هم من هذه النوعية اللي هم يعني يميلوا إلى حفظ إلى حب الثناء والمدح. نقطة أخرى، جمال الصوت. طبعا لو كان مثلا خلينا ناخذ مثال على ذلك، إن والله هذا الطالب صوته جميل لكنه والله هو لا يحفظ جيدا، طب كيف انا ممكن استغل هذا النقطه؟ ان والله اربط بين جمال الصوت والحفظ، يعني مثلا اقول والله نعم مثلا هذا الصوت الجميل لو كان حافظا للقران، يا الله لو كنت انت حافظ للقران كان هذا الصوت اجمل واروع، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر، وكنا نعرف القصة. إذا هذا أنا ممكن أربط بين هذه النقطة وبين يعني بين جمال الصوت وبين الحفظ. الأمانة، مثلا طالب مؤدب، طالب عنده أمانة، ممكن أستفيد منه أنه أسمع لطلاب ثانيين، أقول له والله أنا أريد منك أن تسمع للطالب فلان، للطالب زيد، للطالب فلان كذا، تسمع له. ليش؟ لأنه أنا أعلم أنه هذا الطالب عنده أمانة. لكن هناك في المقابل بعض الطلاب الذين لا أأتمنهم على التحفيظ، فلذلك لا أستطيع أن أجعل هذا الطالب يحفظ أو يسمع لغيره من الطلاب، لأنه ممكن يعني ما يكون أمين على ذلك. المتميز، يعني طالب متميز ممكن أنا أخليه مثلا أجعله يعني يدرس أو يعلم نقطة معينة. وهذا والله يا جماعة أنا حصلت معي وعندما كنا ندرس الماجستير، كانت عندنا مادة تلاوة تجويد في الجامعة في يعني في مرحلة الماجستير، كان معلم هذه المادة يعني قدير وما شاء الله عنه، لكنه صدقا لم يكن بالدرجة الكافية من ناحية المعلومات. يعني عندما كان يعطينا بعض المعلومات كان في نوع من المعلومات فيها نوع من الخطأ. في أول مرة طبعا معلم وأستاذ في الجامعة لم أستطيع أن أقول له هذا الأمر خطأ، المرة الثانية أيضا لم يعني أستطيع، المرة الثالثة أو الرابعة وجدت أنه أنا الآن بين نارين، إما أن أسكت عن هذا الخطأ وإما أن أتحدث إلى معلمي، فأثرت أن أنا أتحدث معه. لكن طبعا عندما أردت أن أتحدث معه لم أتحدث أمام الطلاب، إنما كان يعني بيني وبينه، فذهبت له طبعا مدحته، بارك الله فيك أستاذنا وإحنا تعلمنا منك الكثير كذا. لكن أنا هذه النقطة اللي أنت تحدثت عنها أنا مثلا قرأت عنها كذا، وبدأت أسرد له بعض الأدلة على الخطأ اللي هو كان فيها، طبعا لكن بنوع من الاحترام والتقدير، ولا أظهر أنه هو يعني مخطئ، لأنه لابد أنه يعني هذا يبقى معلم وأستاذي. فعندما بدأ يتناقش معي وجد أن أنا عندي دراية وعندي علم في هذه الأمور، فقال أنت يبدو أنك أنت تعلم في علم التجويد. قلت له والله يا أستاذي يعني أنا مدرس عن التجويد وأنا لي باع كبير و في هذا الأمر. فعندما شعر أنه والله نعم فعلا أنه أحمد أبو صمهدانة يمتلك من الخبرة الكثير، قال لي كلمة والله يعني ما زلت أحفظها حتى الآن، قال لي أتستطيع أن تعلم زملائك هذه المادة؟ يعني لو أنا تركتك ممكن أنك أنت تتعلم؟ قلت له نعم أستطيع. فقال لي خلاص أنت من اللقاء القادم أنت يعني ستعلمهم هذه المادة. وبالفعل يعني أول لقاء التالي يعني حضروا المعلم وشاهد يعني
مدى يعني تمكني من هذه المادة، ثم تركني بعد ذلك طوال الفصل الدراسي أنا أعلم هذه المادة. إذا هذا المعلم وإن كان هو يعني عنده نوع من الضعف في المادة العلمية، لكن وجد أنه والله في عنده طالب متميز في نقطة معينة، بدأ يستغلها أنه خلاه وجعل هذا الطالب اللي هو أنا يعني جعل هذا الطالب يدرس هذه المادة. إذا لابد للمعلم القرآني أن يوظف طاقات الطلاب. في عندنا أخطاء للتطبيق العملي، أنا كنت يعني حابب ناخذ خطأين أو ثلاثة أو 10، يعني كنت حاطط أكثر من خطأ نأخذها اليوم، لكن أنا يعني الآن وجدت أنه والله لو أخذناها مع بعضها راح يكون الأمر أفضل. أنا يعني كنت راح أتحدث عن بعض الأشياء، مثلا هل أنا يعني مثلا من الأخطاء برضو أحيانا أجد بعض الأخطاء، مثلا أقول طالب لا يستطيع أن يقرأ كلمة قرآنية بالشكل الصحيح، كيف أنا ممكن أنا أتعامل مع هذا الطالب؟ كيف أنا هذا الطالب أستطيع أن أخلصه من هذا الخطأ يعني الذي قام بالنطق فيه؟ هل مثلا أقرأ أمامه؟ كيف الطريقة الصحيحة؟ طيب خطأ آخر مثلا، والله أو شيء آخر، في عندي طلاب جيدين ممتازين وطلاب غير ممتازين، طالب يقرأ بشكل جيد وطالب لا يقرأ بشكل جيد، أبدأ بمن؟ هل أبدأ بالطالب الجيد ولا أبدأ بالطالب الغير جيد أنا أحفزه مثلا؟ هذه نقطة مهمة، هذا إن شاء الله راح نتحدث عنها في لقائنا القادم. مثلا طالب عنده أكثر من خطأ موجود في الآية أو في الكلمة القرآنية، الأخطاء متعددة، هل أتحدث له عن جميع هذه الأخطاء أم أتحدث مثلا عن جزئية معينة مثلا؟ كيف طب طالب وهو يتحدث ويقرأ القرآن أو يشرح لي عن نقطة معينة أخطأ في خطأ لغوي، هل أنت أحكي له عنه أو لا أتحدث عنه؟ هل مثلا طالب أخطأ واللحن، هل أرد مثلا بشكل سريع أو لا؟ هذه الأشياء وغيرها الكثير الكثير، وشيء متعمق بشكل كبير في التطبيق العملي سنتحدث عنه لقائنا القادم. أتمنى 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 من الجميع اللقاء القادم يعني تكونوا في الموعد ولا تتأخروا، لأنه لقائنا القادم فعلا والله يا جماعة راح يكون لقاء ماتع، لقاء سنستفيد منه بالتطبيق العملي. يعني ممكن احنا أخذنا قبل ذلك أمور نظرية، لكن لقائنا القادم أكثر عمقا في الناحية العملية. تمام؟ طيب أنا أطلب منكم الآن شيء، أنا محضر حوالي 27 نقطة من هذه الأخطاء راح أتحدث عنها في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. سأطلب منكم شيء، أنا الآن بتمنى كل واحد عنده خطأ معين حابب إن أنا أتحدث عنه يرسل لي إياه على المجموعة أو على الخاص. لماذا؟ إذا كان هذا النقطة أنا راح كاتبها وأنا راح يعني أحكي عنها، راح أحكي عنها تلقائيا، لكن لو نقطة وجدت إنه والله فيها نوع من الأهمية ونوع فيها يعني فائدة كبيرة أضيفها إلى هذه النقاط. إذا مطلوب من كل واحد فيكم إنه يرسل لي نقطة أو نقطتين، أو إذا بده أكثر من ذلك ما في مشكلة، لكن على الأقل نقطة أو نقطتين من هذه الأخطاء، ويريد كيف أن أعالجها، كيف أنا كمعلم قرآني أن أعالجها، يرسل لي. تمام؟ كيف أنا أعالج هذه النقطة؟ بهيك بنكون إحنا انتهينا من لقاء اليوم ومحاضرة اليوم. أسأل الله أنه يغفر لنا ما سهونا عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. محاضرة اليوم في نقاط، تحدثنا أو استكملنا قواعد وإرشادات التدريس داخل الحلقات القرآنية، تحدثنا فيها عن أنه لك لابد لك أيها المعلم أن تنظم التعليم، أن تحلل الموضوع، أن تضرب الأمثلة وتكثر من الأمثلة، ألا تصدر الأوامر، بل لابد يعني أنه يطلب المعلم القرآني من الطالب الشيء بلطف وبيسر وبمحبة، ألا يتقيد بنص مكتوب، يرغم هذا المعلم على قراءة كل كلمة بكلمتها، أن يستخدم التشويق والإثارة والمتعة وتنوع الأساليب، أن يمارس الإدراك ويربط بين الأفكار، أن يهتم بالتحفيز، ألا يقاطع الطلاب، أن يداوم على التقويم، أن يغلق الموقف التعليمي. أيضا لابد أيها المعلم القرآني أن تنتبه للخاتمة، وألا تخرج بعد انتهاء المحاضرة مباشرة أو الدورة مباشرة، وكانت نقطة من القلب لكم في النهاية ألا تكون مثاليا،
ثم انتقلنا إلى كيفية توظيف طاقات الطلاب داخل الحلقة القرآنية، تحدثنا لو كان طالب عنده سرعة من الحفظ، تحدثنا لو كان طالب عنده نوع من الغيرة، تحدثنا لو كان طالب عنده نوع من حب الثناء والمدح له كيف أتعامل معه، طالب آخر عنده جمال في الصوت ولكنه لا يحفظ، طالب عنده نوع من الأمانة كيف أستغل هذه الأمانة بشيء إيجابي، الطالب متميز كيف أنا أتعامل معه بشكل جميل، مين عنده مداخلة أو عنده نقطة حابب أنه أنا أشرحها اليوم. لكن طبعا قبل ما ذلك، إحنا إن شاء الله لقاءنا القادم سنتحدث عن الأخطاء في التطبيق العملي داخل الحلقات القرآنية بإذن الله تعالى. قد نتطرق إلى النصيحة للطلاب، كيف أنا، وهذه نقطة مهمة جدا يا جماعة، كيف أنا أنصح الطلاب؟ يعني طالب مثلا عنده أخطاء وطالب كذا، وهذا إن شاء الله ممكن تأخذ معنا محاضرة كاملة، يعني موضوعها شيق وجميل جدا، كيف أنا أقدم النصائح للطلاب، كيف أخذ الفيدباك اللي هي التغذية الراجعة من الطلاب، هذه النقاط اللي أنا من ناحية أيضا عملية كيف أنا أتعامل معها، هذه نقطة مهمة جدا بإذن الله تعالى، لعل لقاءنا القادم نتطرق لها، لكن لقاءنا القادم سيكون مبدئيا في الأخطاء في التطبيق العملي داخل الحلقات القرآنية بإذن الله تعالى. بهيك أنا يعني انتهينا من هذا اللقاء، كما قلت وما كما سألت، مين عنده مثلا نقطة حابب إنه أنا أشرحها وأزيد في شرحها أكثر؟ بارك الله فيكم، لا يسعني في نهاية هذه المحاضرة إلا أن أقول والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد، والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابع من واله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.